السلام عليكم، اسمي جهاد مخلوف، انا من تونس. كملت الدراسه متاعي في كيوشو يونيفرسيتي في جامعه كيوشو في مارس 2021، وانا الان يعني نشتغل في اوساكا بريفكتشر يونيفرسيتي وكيوشو يونيفرسيتي. والشغل متاعي هو البحث في تحسين التعليم عن طريق استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في كيوشو يونيفرسيتي وفي اوساكا بريفكتشر يونيفرسيتي. قبل ما نجي اليابان كنت مهندس إعلامية، وكنت نشتغل يعني الشخصي يعني فريلانس، وكان عندي شغف اللي هو الذكاء الاصطناعي، وحبيت نطبق الذكاء الاصطناعي على التعليم. فكنت نلوج يعني على معاهد، على أستاذ يعني عنده نفس الشغف متاعي ولا نفس الاهتمام بتحسين التعليم عن طريق استعمال تقنية الذكاء الاصطناعي. وقعدت نلوج يعني في عديد الدول، وخاصة يعني أيضا اليابان، وصبيت في الميكست اللي هي يعني بورس على الميكست، صبيت وجيت اليابان. علاش اليابان بالذات؟ أنا عرفت على اليابان عن طريق طبعا يعني عبر ما كما معظم العبيد الأنيمي والمانجا والأشياء هذه، ولكن أيضا تعرفت على اليابان أكثر لما تفرجت في برنامج خواطر اللي كان يتعدى في رمضان، والخواطر في نتذكر السيزن الخامسة يعني في الجزء الخامس جاءوا لليابان ووروا اليابان كيفاش، وكان عندها يعني انطباع يعني إيجابي كثير جدا على الناس اللي في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط. وذلك يعني كيفاش عرفت اليابان أكثر وحبيت اليابان أكثر وحبيت نجيها. فقبل حتى أصلا ما نجي اليابان على أساس باش نكمل يعني الدكتورة متاعي، حبيت نجي اليابان الأولمبيكس يعني الأولمبيك جيمز، الألعاب الأولمبية. ولكن الحمد لله يعني وصلت اليابان قبل الألعاب الأولمبية، وهاني هوني في اليابان يعني. بالنسبة لكيوشو يونيفرسيتي يعني جامعة كيوشو، لما أنا نبحث يعني على الباحث ولا على بروفيسور يعني موجود هنا في اليابان وعنده شغف بالذكاء الاصطناعي ويطبقوا على التعليم، لقيت موجودين يعني اثنين على الأقل في كيوشو يونيفرسيتي. والحمد لله يعني كونتاكتيت يعني عملت يعني محادثة يعني مع بروفيسور هنا اللي هو تسونينوري ميني سينسي، ومن وقتها عملنا الابليكيشن مع بعضنا ونجمت نجي لكيوشو يونيفرسيتي عن طريق الميكست.